يا جماعة، نصيحة لوجه الله، والله نصيحة لوجه الله، مفيش واحد بشري، واحد بني آدم بشري ما ننبهش منها. يهودي نبه منها، مصري نبه منها، انجليزي نبه منها، مفيش بني آدم في أمة لا إله إلا الله إلا ما نبه منها. يعني مثلا في مثل، خلينا في مثل بيقول لك هنا في أمريكا إيه مثلا؟ المثل ده بيقول لك إيه؟ If you don't marry, don't marry. يعني لو ما اتجوزتش ما تتجوز. ده دي حاجه كده زي ما تقول ايه، يعني كله بينبه. دي زي ما تقول استغفر الله العظيم سنه، كله ما فيش حد اتجوز الا لما قالها. اللي اتجوز حبيبته، اللي ما اتجوزش حبيبته، واللي كله قالها. فما مش انت اللي هتطلع ذكي وتقعد تقول لي انا الدنيا دي انا سهل انا جميل. طب ما انا سهل يا عم وجميل يا عم. بس دي نصيحه لوجه الله، نصيحه كله بيديها لك، كله بينبهك منها. وانت صالح عمار داخل، انا لو ينفع اخلف، لو الجنريشن اللي جوه دي تتغير كده ويلعبوا فيها، وممكن كده تتشقلب وتخلف لوحدك، مش هتجوز، مش عايز شريكه حياه، انا هخلف بنفسي بنفسي وهحمل. انا مستعد احمل 9 شهور، مستعد 9 شهور. ما هو الموضوع عامل زي كوبري 6 اكتوبر بالظبط، زي كوبري 6 اكتوبر. نداها، عارف النداها؟ هو تلاقيه فاضي كده في حلو وجميل كده، كوبري طلعته كده تلاقي لفه كده حلوه وجميله وسهله كده. واول ما تطلع اول ما تطلع، بس اول ما تطلع الزحمه بقى ما تنزلش من عليه ابدا، ما تنزلش ابدا، مؤبد بتقعد فوق مؤبد بعيد عنك. هي الدنيا كده، هنعمل ايه؟ نصيحه لوجه الله، يا تاخدها يا ما تاخدهاش. وخدها مني نصيحه يا ابني، if you don't marry don't marry. الله يكرمك، سلام عليكم.